بل جاء عند البخاري قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها، كما عند البخاري. ولذلك بعض العلماء قال عبر هنا في هذا الحديث بكلمة وما عليها لأنها أبلغ وما فيها، لأنها تدل على الاستعلاء، بمعنى أنه جمعت له الدنيا كلها، ومع جمع الدنيا كلها له إلا أن يوما يرابط فيه في سبيل الله خير من هذه الدنيا التي جمعت له واستولى عليها، خير من الدنيا وما عليها، أي خير من التلذذ بها لأنها زائلة، أو كما قال بعض العلماء: رباط ذلك اليوم خير من أن يملك الدنيا ويتصدق بها ابتغاء وجه الله عز وجل. وهذا إن دل يدل على فضل المرابطة.